السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا النهاردة في سلسلة منح ممولة حول العالم منحة من أهم المنح، منحة الحكومة التركية. لكننا النهاردة مش هنتكلم عن إزاي نقدم لمنحة الحكومة التركية، إحنا بس هنتكلم عن جزء كيفية كتابة خطاب توصية وخطاب نية، وهنبدأ بخطاب النية. يلا بينا. كتابة خطاب النية أو خطاب التوصية مهم جدا، ويلا بينا نبدأ بخطاب النية. أول حاجة، خطاب النية مهم جدا ويعتبر عامل رئيسي من عوامل القبول. عشان تتقبل في المنحة لازم تكتب خطاب النية باحترافية جدا. خطاب النية ده مطلوب منك ليه أصلا؟ أول شيء عشان المنحة أو الجهة المانحة تشوف أنت ليه مميز، ليه ممكن يختاروك، وكمان حاجة إن هم يشوفوا إيه هي خططك المستقبلية وأنت ناوي تعمل إيه في المنحة وبعد المنحة. فطبعا لازم تكتب باحترافية وبتنظيم وتكون مجهزها قبل المنحة، عشان كده احنا بنتكلم دلوقتي قبل ما منحة الحكومة التركية تبدأ عشان تجهز لها كويس. والكلام ده بينطبق من على جميع المنح، مش شرط منحة الحكومة التركية بس، ولكننا هناخد امثلة على تركيا. بالنسبة لأهم النقاط اللي المفروض تكون موجودة في خطاب الدافع او خطاب النية، اول حاجة هي اهم النقاط الموجودة في السيرة الذاتية الخاصة بك. لازم تعمل سطر او سطرين يكون ملخصين اهم حاجة عندك في السيرة الذاتية، وبعدها على طول تكتب عن الاكاديميك باك جراوند او التعليم الخاص بك، سواء انت مثلا مخلص ثانوية عامة، مخلص بكالوريوس، ماجستير وهكذا، وتكتبها المدرسة او الكلية، وبعد كده تاريخ التخرج ونسبتك المئوية. بعد ما تكتب عن مدرستك او كليتك هتكتب عن انت عايز تعمل ايه في المستقبل. انت مثلا عايز تقدم على بكالوريوس تمريض مثلا، فانت تكتب ليه وانت حابه ليه وهتقدم ايه في المجال ده. واهم نقطة وانت بتقدم على المنحة ما تعملش موتيفيشن ليتر او خطاب نية واحد لكل المنح، لازم تصنع واحد مخصوص للمنحة وتبين ده جدا، تبين ان ده للمنحة دي بس، تكون ذاكر اسم الدولة وذاكر انت هدفك ايه في الدولة نفسها. انت ممكن تقول لهم ان انا بعد ما اخلص عايز انشئ بيزنس مثلا، بعد ما اخلص في تركيا هروح انشئ بيزنس في مصر مثلا، وليكن مفيش اي مشكلة خالص، المهم تكون عامله مخصوص للمنحة وكمان مخصوص لتخصصك اللي انت بتقدم عليه. وطبعا بالنسبة لتركيا بنختار 12 تخصص، فانت تتكلم اكتر عن اول تخصص انت مختاره، وبعد كده ممكن تذكر حاجة عن التخصص التاني لو انت ذاكر تخصص مختلف، لكن وانت بتقدم يفضل انك تكتب عن او تختار كل التخصصات تخصص واحد في جامعات مختلفة لو انت مهتم جدا بالتخصص ده، مع تغيير اخر اتنين فقط. ودي طبعا هنقولها في فيديو خاص بازاي نقدم على منحة حكومة تركيا بالتفصيل. اخر حاجة بتكتبها في الموتيفيشن ليتر هي البروفيشنال اكسبيرينس. البروفيشنال اكسبيرينس او الخبرة العملية الخاصة بك. طب انت لو ما عندكش خبرة عملية اكيد هيكون موجود خبرة تطوعية. طب لو ما فيش خبرة تطوعية ما فيش مشكلة خالص، ممكن تبدأ تكتب عن الكورسات مثلا، انت خدت كورس في كذا او كذا، لكن طبعا لو عندك خبرة عملية لازم تسردها بطريقة شيقة وطريقة تبين شكلها كويس. انت مش بتكتب سيرة ذاتية، ده خطاب دافع، فانت بتديله نبذة مختصرة عن انت اشتغلت ايه والمجال اللي انت مشتغله وازاي المجال ده related او يعني شبيه بالتخصص اللي انت عايز تكمل فيه وهيفيدك ازاي. طبعا لو كتبت كل ده بالطريقة اللي انا قلت لك عليها ده هيكون خطاب نية او خطاب حافز قوي جدا، وان شاء الله يزود فرصك في القبول بطريقة ممتازة. طبعا هسيب لكم نموذج لخطاب النية هيكون موجود على موقعنا، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن او في الكومنتات. ودلوقتي هنتكلم عن خطاب التوصية، بس قبل ما نتكلم عن خطاب التوصية ممكن نعمل لايك وشير، ولو ما عملتش اشتراك في القناة انزل اعمل تحت الاول. بالنسبة لخطاب التوصية، خطاب التوصية طبعا مهم جدا، وخطاب التوصية ده لازم يكون من مدرس او من العمل. في الحالتين ايه هي فايدة خطاب التوصية؟ اول شيء بيقول للجهة المانحة او لجهة العمل اللي انت بتقدم عليها خطاب التوصية ان انت كلام بتاعك في السي في والكلام بتاع الخطاب الحافز موثوق منه، وبيبين اكتر جوانب عنك من وجهة نظر الناس اللي معاك سواء هو مدرسك او مديرك في العمل. بيخلي الجهة المانحة دي تشوفك من وجهة نظر الناس عاملة ازاي، وطبعا ده بيقوم موقفك جدا. ومش لازم يكون انت سوبر، يعني مش لازم كل حاجة تكون 5 نجوم تكون انت خارق عشان يبلوك، بالعكس هو عايز تقييم عادل ليك، مش شرط المدرس مديك 5 نجوم في كل حاجة فانت كده خلاص اتقبل، لا طبعا لازم يكون حاجة فعلا بتثبت ما هو في الحافز وما هو
في الريزومي او السيره الذاتيه. ده بالنسبه هما محتاجين خطاب توصيه ليه. طب ازاي نكتب خطاب توصيه؟ بالنسبه لخطاب التوصيه، خطاب التوصيه طبعا هيكون مقدم من جهه العمل او من المدرس. طيب في الحاله دي انا عايز اكتبه وهعطيه للمدرس بتاعي وهو ينضل عليه، لان ده غالبا اللي بيحصل، انك بتكتب الخطاب التوصيه وبتعطيه للمدرس او لجهه العمل وهو بيمضيه لك، لان الناس دي غالبا بتكون مشغوله. فاللي هيحصل كالتالي: اول حاجه هتكتب كم عدد السنين او قد ايه هي المده اللي انتوا عارفين بعض فيها او اللي المدرس عارفك فيها. فانا هتكلم دلوقتي عن المدرس مباشره، هي هتكون كاتب بصيغه المدرس، فالمده اللي هو عارفك فيها. تاني حاجه اهم النقاط او ملاحظاته عليك، يعني الطالب ده منتبه في الفصل، الطالب ده كان كويس بيجيب درجات كويسه، الطالب ده في مادتي كان افضل طالب ومعاه شهاده تقدير بتثبت ده، وهكذا. فتكتب اول حاجه المده، وبعدين الملاحظات عامه، وبعد كده تدي مثال. يعني مثلا الطالب ده كان في امتحان الكيمياء الطلاب كلهم حصلوا على درجة سيئة، لكن الطالب ده ممتاز حصل على 25 من 25، في حين ان بقية الطلاب كلهم اقصى واحد جاب 15. ده مثال، مجرد مثال، مش شرط يكون هو ده اللي حصل، ممكن اي مثال تاني يبين قد ايه انت كنت مميز بالنسبة للمدرس ده. وبعد الخطوة دي هتكتب ملخص، ملخص عن بقى انت شايف كل حاجة كده، تلخصها في جملة او جملتين. واخر حاجة هي تكتب لهم جملة ان الطالب ده ممتاز وانا برشحه واتمنى ان انتوا تقبلوه، ولو عايزين اي استفسار مني ممكن ترسلوا لي على الايميل كذا، وتمضي في الاخر، وهكذا. طبعا الامضاء ده هيكون من جهة العمل او من المدرس. وده كان كل شيء عن خطاب التوصية وخطاب النية. ولو محتاجين تفاصيل اكتر هتلاقيها في الديسكريبشن، في اللينك اللي انا هسيبه لك، او في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشير لكل المهتمين، سواء بالمنحة التركية او بغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.